على مستوى السوق السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.35% عند مستوى 10896 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال. وجاء سهم شركة دلة الخدمات الصحية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.87% ليغلق عند 173 ريالا. تلا سهم شركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 8.15% ليغلق عند 69 ريالا. كما ارتفع سهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بنسبة 8.11% عند 16 ريالا. بينما تصدر سهم شركة المشروعات السياحية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 9.92% عند 28 ريالا فاصل 60.